الملف اللي احنا مستكملينه مع حضراتكم من الامس، والحقيقه خدنا منه تعقيب مهم جدا من سياده اللواء اشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي، ومكملين لسه برضو مع حضراتكم النهارده نفهم اكتر، نقرب من الصوره اكتر. انا معايا على التليفون دكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم. يا دكتور سلطان اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل يا فندم. الفل يا كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ انا عارف انه المجهود بقى كبير والضغوط بقت كتيره جدا، كان الله في العون، فانا مش هاخد من وقت حضرتك كتير. افهم من معاليك يا فندم الموقف دلوقتي بقى عامل ازاي، تحديدا انا بتكلم مبدئيا على فرقه الانتاج الحربي، طبيا حضرتك تطمنا عليها. صباح الخير، احنا تواصلت انا مع رئيس النادي بالامس والكابتن خالد مهدي والامور ان شاء الله جيده. احنا بكره ان شاء الله هيتم اجراء مسحه على الباقي اللاعبين اللي هم 18 حاله، و نؤكد يا دكتور محمد معلش انا بعتذر لحضرتك، احنا عندنا مشكله في الصوت، ممكن حضرتك تيجي يمين شويه شمال شويه، الشبكه مش احسن حاجه. كابتن ابراهيم كده الصوت واضح؟ ايوه يا فندم انا كده سامع حضرتك، اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك انا تواصلنا مع النادي فريق الانتاج الحربي سيادة اللواء والكابتن خالد مهدي ونسقنا الامور ان شاء الله. احنا ال 18 لاعب اللي هم الحالات الايجابيه تم طبعا اتخاذ اجراءات معاهم وتم عزلهم وصرف العلاج اللازم ليهم، وبنتابعهم مع الجهاز الطبي في الفريق. ال 22 لاعب الباقيين او اي عدد من الفريق هيتم ان شاء الله عمل مسحات ليه غدا الخميس، بحيث ان احنا نطمئن عليهم لو كان في اي حد منهم مخالط او انتقل العدوى بصوره او اخرى، وان شاء الله ما نلاقيش فيهم حاجه. دول هيكملوا برنامجهم التدريبي عادي. احنا هنتابع ال 18 اللي كانوا موجودين دول لمده 10 ايام، لو الامور مستقره وما فيش اي اعراض بعد 10 ايام هنعيد اجراء المسحه مره اخرى. ان شاء الله الحالات السلبيه تقدر بعد عمل ميديكال اسيسمنت كامل ليهم يقدروا يرجعوا مع زمايلهم يكملوا تدريبهم، وان شاء الله تدريجيا كده كل الناس ترجع ويعني النادي يكمل ان شاء الله في الدوري بصوره عاديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب معلش هسال حضرتك على الكابتن مختار مختار، بحكم ان هو الاكبر سنا من ضمن المصابين، الحاله بتاعته عامله ازاي يا فندم؟ هو كابتن مختار حقيقة انا يعني اطمنت عليه من الجهاز الطبي، يعني حالته مستقرة وهو راجل يعني متقبل الامور، واحنا بنتابعه يعني مع الجهاز الطبي صورة يوميا. وزي ما بقول لحضرتك معظم الحالات تقريبا ما فيش اعراض، في بعض الاعراض البسيطة يعني الجهاز الطبي بيتابعها في الانتاج الحربي، واي حاجة محتاجينها احنا تحت امرهم. بس انا بشوف انه لغاية الان الامور يعني الحقيقه انا كان معايا سياده اللواء اشرف عامر على الهواء منذ قليل، والراجل اثنى جدا على التنسيق الحاصل وعلى التعاون اللي ما بين حضرتك في اللجنه الطبيه وما بين كمان الجهاز الطبي، وقال انه الامور مطمئنه بالنسبه له رغم انه الاعداد كبيره، بس هو الراجل مطمئن حتى كمان بالتحدث مع حضرتك باستمرار. هو الحقيقه سياده اللواء الحقيقه راجل متعاون جدا، وانا بناكد طبعا انه اللي حصل ده حاجه غير مقصوده وحاجه احنا بالنسبه لنا كلنا فوجئنا بيها، برغم ان طبعا في اجراءات شديده بيتم اتخاذها من النادي والفريق الطبي، لكن يعني الموقف ده حصل فاحنا بنتعامل معاه كلنا فريق عمل واحد بنساعد مع بعض هنعدي الازمه دي. انا شايف انها ان شاء الله هتعدي بسهوله ان شاء الله، متاكد بالتعاون الجميل والروح الممتازه بين كل الجهات بين الاتحاد وبين النوادي ان شاء الله هتعدي. وزي ما بقول لحضرتك احنا خلاص من امبارح خدنا اجراءات وسياده اللواء وكابتن خالد وكل الناس الموجوده في الانتاج الحربي متفقين على الاجراءات وبنتابع الامور بصوره جيده، واي تسهيلات ممكن يتم تقديمها او اتاحه لاي شيء ممكن نقدر نعمله ان شاء الله نعمله. واللجنه الخماسيه يعني بتدي كل دعم للانتاج الحربي، وانا بشوف الانتاج الحربي صراحه من الفرق الممتازه، يعني احنا من اول المسحات كان ناس ملتزمه وماشيه الامور كويسه جدا، والحمد لله النهارده يمكن كان عندنا ثلاث فرق عندهم مساحات بالامس، كان الزمالك وكان بيراميدز وكان باقي جزء من المصري، الحمد لله كل المساحات طلعت سلبيه خير ان شاء الله. يعني احنا بيراميدز طلع سلبي، كل المساحات سلبيه، الزمالك سلبي، الزمالك 55 واحد كانوا عملوا مساحات الحمد لله سلبيه، بيراميدز 42 سلبيين، المصري كان فيه اربعه لسه ما كانوش عملوا مع الفريق، عملنا لهم امبارح فالحمد لله برضه طلعوا سلبيين.
الامور ان شاء الله خير يعني وكويس. اللي حصل ده حاجه استثنائيه يعني وان شاء الله ما تتكررش. طيب اسال حضرتك سؤال، هل في اي نادي من الانديه يقدر يخبي لو عنده حالات ايجابيه يخبيها على الراي العام او ما تبقاش موجوده، وكيفيه الاعلان؟ هل بتحصل من خلال النادي المفروض ولا بتحصل من خلال الاتحاد واللجنه الطبيه؟ بص يا كابتن ابراهيم، بصراحه ما فيش حد ليه مصلحه يخبي حاجه زي كده، لانه اصل دي حاله صحيه انا بشوف دلوقتي انها اصبحت عاديه، يعني مش حاجه ما فيهاش خطوره كبيره وما فيهاش حاجه مشينه، فمفيش حد يعني هيبقى عنده صالح انه يخبي. الناس قلقانه شويه وعندها خوف، احنا ما بنتكلم معاهم ونفهمهم الابعاد بتاع الموضوع بيطمئنوا والامور بترجع لطبيعتها. التحاليل بتتم من خلال الاتحاد، احنا الحقيقه كاتحاد حتى ما بنحبش نعلن الحالات الايجابيه ولا اسماء، لانه بيحصل يعني خوف شويه او تداول من الاسماء دي وتقعد تنتشر في السوشيال ميديا والكلام ده بصور احيانا بتقلق الناس، فعشان كده ما بنحبش نتداول ده. وبرده ده كل واحد ليه من حقه، ودي خصوصيته وسريه معلومات بنحاول نحافظ عليها، لانه دي حاجه يعني اقل شيء نقدر نحاول كل اللاعبين وكل الانديه. فاحنا ملتزمين بده كلجنه طبيه، وده مبدا عام بنطبقه. انا شايف انه الانديه مش بتخبي ولا حاجه، بس هم حريصين وقلقانين شويه لو حصل عندهم حاله، لكن الحمد لله الامور ماشيه كويس. معلش اسمح لي هنا بالتداخل علشان برضو ايه في جزئيه مهمه، ما هو هل احنا من المفترض ان احنا نعلن بس على الارقام، نعلن عن الارقام فقط لا غير، عملا بمبدا الشفافيه، ولا نعلن عن اسماء عملا بمبدا الخصوصيه؟ فهل ده اللي احنا بنبلغ النوادي الاسماء والارقام والتقرير الطبي كامل، مش اي مشكله، يعني صاحب الشأن يتم ابلاغه وبيتخذ الاجراءات معاه كل حاجه. انا قصدي انه اعلانه على الملأ، يعني ملوش ما فيش فائده في اعلانه على الحتت الثانيه، لكن احنا بنعلن الفرق وبنعلن لاصحاب الشأن يعني وفي تعاون معاهم ووضوح في كل هذا. وانا شخصيا ما بحبش اخبي حاجه، لانه طول ما في شفافيه وصراحه وقرارات واضحه في الموضوع بنصل لنتيجه جيده. لو حضرتك يا دكتور محمد كنت بتخبي ما كنتش امبارح طلعت على الهواء في وقت ازمه، ولو حضرتك كنت بتخبي لما كنا سالناك امبارح كنت هتقولي الكلام ده ما هوش مظبوط، لكنهم لا، يعني انت ما خبيتش حاجه، وبل بالعكس انا بشوف عملا بمبدا الشفافيه على الاقل فقط الاعلان عن الارقام ده مهم جدا للناس علشان برضو نبقى بنطمن على كل الظروف. طيب اتنقل معلش لجزئيه تانية اذا حضرتك اذنت لي، اخر مساحات بتتعمل هتبقى امتى علشان استئناف بطوله الدوري؟ احنا مستمرين اسبوعيا، يعني احنا النهارده الاربع عندنا بكره مساحات، اخر كان يوم النهارده في الاسبوع الخامس، اخر يوم النهارده اخر يوم في الاسبوع الخامس بالنسبه لكل الفرق. خلاص بنحط الجدول بتاع الاسبوع الجاي، في بقى طبعا بعض الفرق اللي عندها استثناءات اللي في بعض الناس ما عملتش بنعمل لها بكره ان شاء الله. بنحط جدول الاسبوع الجاي ان شاء الله، بكره بنظبطه مع الاستاذ وليد العطار وهيعلن الجدول لكل الانديه. احنا برضو بننسق الجدول مع الانديه عشان يكون مناسب لاوقاتهم، مناسب لتجمعاتهم، وزن الاسبوع الجاي ان شاء الله. وبعد كده هي برضو الاسبوع اللي بعده هيبقى فيه مسحه، وبعدين ان شاء الله هيبتدي انطلاق البطوله. ومع البطوله ان شاء الله قبل كل مباراه ان شاء الله هيبقى فيه مسحه قبلها 48 ساعه، النتيجه تظهر قبلها ب 24 ساعه، الناس تبقى جاهزه للمباراه ثاني يوم على طول. وبناكد برضه كابتن ابراهيم المساحات هنعملها يعني في مواعيدها وقبل المباريات عشان نطمئن على كل اللاعبين، مع التزام كل الناس بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الوقائيه لاعلى مستوى، واللعيبه يبقوا حريصين على هذا، والجهاز الفني يبقى حريص على هذا، والجهاز الاداري كلنا فريق عمل واحد، تطهير، لبس الماسكات، تعقيم، تجنب الاماكن المغلقه، تجنب التجمعات، تجنب المصافحه، تجنب كل ما هو قد يؤدي الى انتقال العدوى حتى لو احنا سلبيين، لانه ده بيقلل معدل المخاطر بصوره كبيره. جزئيه مهمه برضو يا دكتور محمد، هل حضرتك تنصح كرئيس للجنة الطبية انه ما تتعملش مباريات ودية في التوقيت في الوقت الراهن في الحالة اللي احنا فيها دي دلوقتي، على الاقل نوقف شوية وتتلعب ماتشات تراي ماتش كده، كل فرقة تلعب نفسها على الاقل علشان نوقف الحالة من القلق ديت، ولا تنصح باستمرار الماتشات الودية ده؟ يعني هتكلم معاك بصراحة، هو طبعا الوقت الاعداد البدني في الفترة القليلة الصغيرة دي كل الاندية عايزة تعمل مباريات وتختبر لعيبتها والكلام ده كله. انا بشوف لا نزود المباريات قوي ولا نقللها قوي، يعني ما هو مباراة كل اسبوع ده حاجه مناسب، بس انا بشوف فرق بتلعب مباراه وديه كل يومين، فيعني حاجه انا شايف انها كتيره وضغط يعني على اللعيبه وضغط على
عشان يعمل مساحات كل شويه ويتابع في ضغوط. لكن لو عمل له مباراه كل اسبوع ولعب او كل خمس ست ايام الامور هتبقى كويسه ومناسبه، يقدر يستعد بين المباراه والمباراه. ما دي نصيحه غاليه يعني، الحاج بتقوله دي نصيحه غاليه ومهمه برده علشان نبقى برده في الاطار الطبيعي يعني. بلتمس انا العذر للانديه طبعا لان الوقت الاعداد وقت ضيق، فهو عايز يستفيد من الوقت ضيق، لكن دايما الحاجه اللي هي بتبقى في يعني متوسطه ومعقوله ونقدر كلنا نتحملها تبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وما فيها من تفاصيل ومعلومات مهمه جدا، دكتور محمد سلطان رئيس اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم.